مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة خاصة جدا من صناع العاصمة. بنودع سنة وبنستقبل سنة جديدة، بنتمنى وندعي إنها تكون سنة خير وأمل وسعادة ونجاح علينا كلنا. كل سنة وإخواتنا الأقباط بخير وسعادة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة. كل سنة ومصر بخير وأمان. وعشان اليوم آخر حلقة لينا في 2023، حبينا تكون حلقة مختلفة فيها الأصول اللي بجد. ملف الصعيد من الملفات المهمة جدا، ولأني أنتمي وبقوة إلى صعيد مصر، حب أقول لكم إن الصعيد لم يعد كما كان من قبل. في ظاهرة حقيقية وفي طفرة بمحافظات الصعيد، وبالأخص محافظة إنا. محافظة إنا أجمل محافظات الصعيد. محافظة إنا الحقيقة شهدت نقلة نوعية في الاستثمار والصناعة، فأصبحت من أهم المناطق الصناعية والاستثمارية بصعيد مصر. فيها منطقتين صناعية، منطقة قفط ونجع حمادي، طبعا غير مصانع السكر والألمونيوم ومصانع الأسمنت، كلها مصانع استراتيجية جدا وذو ثقل ومهمة للدولة. على مستوى تاني، إنا هي المحافظة الوحيدة اللي فيها ثلاث مدن جديدة، مدينة إنا الجديدة ومدينة غرب قنا ومدينة نجع حمادي الجديدة. غير كل ده، في محافظة إنا من المحافظات الولادة للشخصيات العظيمة، فهي بلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكمان بلد الخال عبد الرحمن الأبنودي. ومعانا مداخلة من أحد أبناء قنا المتميزين، شخصية هامة بالمجتمع المصري، الصحفي وعضو مجلس النواب وبلدياتي الحقيقة، الأستاذ مصطفى بكري. تحياتي ليك يا فندم. أهلا وسهلا ببلدياتي. أهلا بيك. أهلا بيك. في عهد فخامة الرئيس بقت في مدن جديدة، وبقى الاهتمام بإنشاء مدن جديدة من أولى اهتمامات الدولة. حضرتك شايف إزاي التنمية والتطور اللي شهدته مدينة إنا الجديدة في الوقت الحالي؟ يعني بالفعل عندما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسوان وفي غير أسوان، متحدثا عن أن الصعيد عانى كثيرا وأنه حرم من عوامل التنمية كثيرا، كان كلامه يعكس واقعا حقيقيا. وبالفعل رأينا هذه النهضة التي يشهدها الصعيد من مدن جديدة ومن مدن الجيل الرابع، وأيضا المحاور والكباري والطرق وحياة كريمة. كل ذلك الحقيقة أعطى مؤشرا على جدية الدولة المصرية في التعامل مع المشاكل الحياتية لأبناء الصعيد. قنا من المحافظات المهمة. قنا يعني تشكل 3-4% من إجمالي سكان مصر، والحقيقة عندها مساحة كبيرة حوالي 10,008 كيلومتر، لكن المساحة المأهولة بالسكان لا تتجاوز حوالي 16.1% من هذه المساحة الكبيرة. ولكن في مقابل ذلك الحقيقة الدولة المصرية بدأت تنشئ عدد من المدن الجديدة في الصعيد، منها مثلا مدينة قنا الجديدة. ومدينة قنا الجديدة الحقيقة من الحظ جنب بلدي هناك المعنى. هايلة يا فندم، هايلة. احنا اتفاجئنا الحقيقة لما شفناها. طبعا الحقيقة هي مدينة بتقوم على أساس التنوع في البنية الاقتصادية. هي طبعا على طريق البحر الأحمر، وانشئت سنة 2000 فيما أعتقد. بينها وبين النيل، نيل قنا، حوالي 8 كيلومتر، والمساحة بتاعتها حوالي 24.2 ألف فدان، منها كتلة عمرانية تتجاوز 7,000 فدان. والحقيقة بدأت الإنشاءات وبدأت المرافق منذ فترة طويلة تدخل في هذه المنطقة، وبقى ينتقل إليها السكان، وكثير الحقيقة من الحفلات تقام في هذه المدينة المبنية على أسس مهنية وعلمية. دي بالنسبة لمدينة قنا الجديدة، والدولة لم تتوقف عند هذا المشروع، لكن أيضا عملت مدينة غرب قنا الجديدة. حضرتك شايف إيه التحديات والمعوقات اللي بتواجه ملف الصعيد حاليا؟ طبعا التنمية أمر مهم وعامل مهم جدا في الصعيد الذي حرم من التنمية. نسبة الفقر يعني كادت تصل حسب الجهاز المركزي للإحصاء إلى حوالي 60% في العديد من محافظات الصعيد. يمكن قنا واصلة نسبة الفقر فيها حوالي 55%. عشان كده لما الرئيس، حضرتك شايف إن ملف الصعيد كان مهمش في يوم من الأيام؟ طبعا طبعا. والرئيس السيسي أكد على هذا الأمر، ويومها يوم أسوان قال إنه لابد أن يكون في كل محافظة مبدئيا 200 مشروع من المشروعات الصغيرة التي يجب أن تملك للشباب، واعتمد في هذا الأمر مبالغ ضخمة تصل إلى حوالي
200 مليار جنيه. نعتبر دي دعوه من حضرتك ان هم يجوا يستثمروا تاني في محافظه قنا. طبعا انا بتمنى ذلك، واتصور قبل ذلك يمكن المهندس محمد فريد خميس رحمه الله عليه كان عمل يعني شركه خاصه لتنميه الصعيد، بدات براس مال 500 مليون جنيه منذ سنوات سابقه، ولكن الحقيقه يمكن ما خدتش الفرصه الحقيقيه انها تعمل استثمارات الكبيره اللي احنا محتاجينها. يمكن في الفترة الأخيرة احنا اتعمل عندنا في قنا عدد كبير من المشروعات، مئات المشروعات، والمولات يا فندم، والمولات كانت مفاجأة بالنسبة لنا الحقيقة. طبعا اتعملت عندنا بتمويل برنامج التنمية المحلية، وبدأت المشروعات الجديدة تأخذ دورها، وده كله بيعمل نقلة نوعية لأبناء الصعيد وللتنمية في صعيد مصر. حقيقي حضرتك عضو مجلس نواب، كان ليك عدد من المطالبات بتنمية الصعيد. لو اتكلمنا عن محافظة قنا تحديدا، التنمية بتمثل كام في المية يا فندم؟ والله حتى الآن ما أقدرش أقول إن يعني في تنمية بالفعل، لأن قنا حرمت كثيرا، لكن المعدلات الحقيقية أو الرقم الحقيقي ممكن ما يبقاش محدد، ولكن احنا في النهاية عندنا أمل كبير في الفترة المقبلة. يعني أنا شفت المنطقة الصناعية في مركز قفط مثلا بدأ يبقى فيها مشروعات مهمة، عندنا مصنع للحديد بيتعمل في الصعيد هناك في منطقة صناعية في قفط، وده أمر مهم، والحقيقة السيد محافظ عمل كل التسهيلات الممكنة لهذا المصنع. عندنا شركات للأدوية بقت تبقى موجودة في قلب صعيد مصر، كل ده طبعا يدي مؤشرات مهمة على أن الصعيد منطقة جذب. احنا في قنا يعني المنطقة الصناعية مواجهة لمنطقة القصير، اللي عايز مثلا يصدر من الخارج يقدر يصدر عن طريق سفاجة مسافات قصيرة. عندنا مصانع الأسمنت، عندنا مصنع النهضة، وعندنا أسمنت قنا، وكل دي مؤشرات مهمة جدا. طبعا عندنا أكيد. مصنع الألمونيوم، عندنا مصانع السكر منذ فترة طويلة، كل ده بيستوعب عمالة، وكل ده أيضا بيقدم منتج، وكل ده بيبقى له مردوده الاجتماعي على المناطق المختلفه، لان يعني كل المصانع دي بيبقى لها دورها الاجتماعي، سواء في مساعده الناس او في الوقوف الى جانب الناس او في اعطاء فرص عمل للشباب. استاذ مصطفى، انا كان لي لحضرتك تصريحات الحقيقه من اسبوعين ان في تغيير حكومي، تعليق حضرتك. طبعا بصي، يعني بمجرد ان يؤدي الرئيس القسم يفترض على الحكومه ان تقدم استقالتها، وإن كان الدستور المادة 146 لا تلزم ذلك، لكن مقولة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء في مقدمة المادة ده يدينا مؤشر على أن الحكومة لابد أن تستقيل، ثم يتولى السيد الرئيس تشكيل الحكومة الجديدة. أيضا قانون الإدارة المحلية يوجب على المحافظين تقديم استقالتهم طواعية بمجرد ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. كل ما نتمناه وننتظره هو أن يؤدي الرئيس القسم خلال الفترة القادمة أو الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة. أداء الرئيس القسم بالتأكيد هيبقى نقطة تحول مهمة، خصوصا وأن الشعب المصري خرج زي ما شفتي بشكل كبير طبعًا جدا طبعًا ليؤكد ولائه للدولة المصرية، ويؤكد يعني وعيه بالمخاطر والتحديات اللي بتواجهنا من كل اتجاه، وليعطي ثقته للقائد الوطني صاحب الموقف التاريخي في 3 يوليو عندما انحاز لإرادة الشعب المصري في مواجهة كل من أرادوا إشعال الحرب الأهلية وطمس الهوية الوطنية المصرية. عشان كده يمكن ناس عندها تفاؤل بالفترة المقبلة. احنا طبعا متفائلين جدا وهنكمل كمان المسيرة يا فندم. بالتأكيد. بنشكر الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى بكري على المداخلة الدسمة دي. أعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونرجع لكم من تاني. جولة اليوم أعزائي المشاهدين من داخل محافظة قنا، وهنفتح أهم الملفات الخاصة بتنمية قنا، وده من خلال لقائنا مع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللي بيشهد له الجميع الحقيقة بنشاطه ومتابعته لأحوال المحافظة بدقة. تابعونا مشاهدينا الأعزاء في صناع العاصمة.
احنا في ضيافتكم النهارده حقيقي، واحنا كمان مبسوطين بتواجدكم معانا وتشرفكم لمحافظه هنا. الف شكر لحضرتك. كنت عايزه اسال حضرتك في البدايه، ايه اهم المشروعات اللي نفذتها برنامج التنميه المحليه؟ الحقيقه طبعا برنامج التنميه المحليه لصعيد مصر هو برنامج ممول بشكل جزئي من البنك الدولي ومن الحكومه المصريه لمحافظتي قنا وسوهاج. نصيب محافظه قنا 44% من حجم هذا التمويل للمشروعات التنمويه داخل المحافظه اللي بتقدر بنحو 421 مليون دولار اللي تم تنفيذ من خلالها عدد من المشروعات على مدار السنوات اللي فاتت، وكمان بنستكملها خلال العام المالي الحالي. والحقيقه طبعا هذا البرنامج يمكن من بداية البدء في تنفيذ المشروعات والبدء في إطلاقه تم تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع لمستوى المحافظة. هذه المشروعات بتتنوع ما بين مشروعات بنية تحتية، مشروعات الصرف الصحي، مشروعات مياه الشرب، وأيضا مشروعات تتعلق بتطوير المراكز التكنولوجية اللي هي بتقدم خدمات للمواطنين، فكان في اهتمام بالعمل على تحسين هذه الخدمات. ايضا مشروعات تتعلق بتطوير المناطق الصناعيه، عندنا منطقتين صناعتين في محافظه قنا، كان برنامج التنميه المحليه ليه دور كبير في تطوير هذه المناطق. ايضا اللي هم نجا حمادي وقفت، صح كده؟ وطبعا كمان في محور تاني مهم كان بيشتغل عليه برنامج التنميه المحليه الخاص ببناء القدرات والتطوير المؤسسي علشان يبقى في تطوير للموارد البشريه داخل المحافظه، ويبقى في تجديد وخلق ثقافة بتقوم على عملية التخطيط التشاركي والتكاملي ما بين الوحدات المحلية وما بين المدريات وشركات المرافق الموجودة داخل المحافظة. فكان البرنامج طبعا ليه تأثير كبير على مستوى المحافظة، وممكن ده يمكن تأثيره التنموي واضح بشكل كبير في توفير فرص عمل لعدد كبير من أبناء المحافظة. يمكن على مدار فترة البرنامج قدرنا نوفر ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة استفاد فيها أبناء المحافظة، وربما ده أدى إلى خفض معدلات البطالة. ليس فقط هذا المشروع إنما أيضا مشروعات أخرى ساهمت في خفض معدلات البطالة، وده بيتضح من خلال تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في آخر تقرير له كان معدلات البطالة عندنا 11% انخفضت لما يقرب من 4.8%، يعني قلت بالنسبة كبيرة جدا الحقيقة، بالتالي أسهم بشكل كبير في الخدمات اللي بتقدم للمحافظة سواء على المستوى التنموي، على مستوى التشغيل، على مستوى تحسين الخدمات. بالإضافة لحاجة مهمة طبعا موضوع التكتلات الاقتصادية اللي ركز عليها البرنامج وأولى لها اهتمام كبير. كان عندنا عدد من الصناعات التراثية والحرفية داخل المحافظة البرنامج حرص على الاهتمام بها، مثل صناعات الفركة والفخار وصناعة العسل الاسود، وتم عمل تكتلات اقتصاديه كان الهدف منها العمل على يعني تطوير هذه المنتجات والعمل على زياده الانتاج ومساعده طبعا اصحاب هذه الحرف في القدره على تسويق هذه المنتجات. وربما كانت في اليه للتسويق من خلال الدفع باصحاب هذه الحرف بالمشاركه في المعارض الدوليه والمعارض المحليه اللي بتعقد في عدد من المحافظات. في الحقيقة البرنامج كان ليه تأثير تنموي كبير في المحافظة، ويمكن خلال العام المالي اللي احنا فيه بنستهدف ما يقرب من 241 مشروع بتكلفة مالية تقدر بنحو 1 مليار جنيه. الحقيقة البرنامج طبعا نظر للنجاحات اللي قام بيها وحققها داخل المحافظة، فبالتالي كان مفترض انه ينتهي في 2023 لكن حصل مد ليه لأكتوبر 2024. عايزين نتكلم في ملف مهم جدا وهو ملف حياة كريمة. ملف حياة كريمة أحدث نقلة نوعية لأكثر من 1.5 مليون مواطن، كلمني عن الإنجاز الهائل اللي حققته حياة كريمة. طبعا بالتأكيد زي ما حضرتك بتقولي أنه المبادرة الرئاسية الكريمة اللي تم إطلاقها من خلال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة أحدثت نقلة نوعية على مستوى الريف المصري بأكمله، ربما كان لها تأثير كبير في محافظة قنا. يمكن احنا محافظة قنا من المحافظات المحظوظة في اطار هذه المبادرة لانه بنستهدف بشكل اساسي 5 مراكز ربما بيشكلوا نسبة 60% من اجمالي مراكز المحافظة،
واللي بتغطي حوالي 19 مجلس قروي وحوالي 86 تابع، فبالتالي بتغطي مساحة كبيرة من المحافظة. وزي ما حضرتك أشرتي بيستفيد من هذه المبادرة ما يقرب من 1.5 مليون نسمة من أبناء المحافظة. الحقيقة هذا المشروع بيركز على عدد من المحاور، من أهمها طبعا محور رئيسي اللي هو خاص بالبنية التحتية، وده أحدث نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين، منها مشروعات البنية التحتية بتركز على الصرف الصحي والمياه الشرب والكهرباء والإنترنت فائق السرعة. لو جينا نتكلم عن الاستثمار والصناعة، محافظة إنا فيها الحقيقة نجا حمادي وقفت، كلمني عن حجم المشروعات اللي بقى موجود هناك دلوقتي. الحقيقة طبعا الدولة بتولي اهتمام كبير بملف الاستثمار والعمل على تشجيع المستثمرين وجذب العمالة لهذه المناطق. لكن احنا عندنا في محافظة انا منطقتين صناعتين، منطقة نجا حمادي زي ما حضرتك اشرتي ومنطقة قفت. المنطقتين حاليا لازم نهيئ البيئة الجاذبة للاستثمار، فكان من الفرص المتميزة اللي استفادت بها المحافظة لتطوير هذه المناطق من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر. تم العمل على ترفيق هذه المناطق، ترفيقها من البنية التحتية سواء من الصرف الصحي والمية والكهرباء والغاز، علشان تصبح بيئة مهيئة لجذب المستثمرين للعمل في هذه المناطق. يمكن كانت يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان انت بتوفر ان في اي مستثمر من خارج الصعيد ممكن يجي يستثمر هنا، يستثمر هنا، فلازم اوفر له البيئة اللي هو هيشتغل بندعمه وبندعمه بالظبط كده. يمكن حجم المشروعات اللي تم تنفيذها من بنية تحتية قربت من 2.6 مليار جنيه علشان نقدر نوفر ونهيئ بيئة جاذبة للاستثمار. وبالتالي عندنا في محافظة هنا حتى يعني الآن ما يقرب 270 يعني مصنع، ما بين يعني اللي هو جاري بالفعل ومنتج وما بين جاري إنشاؤه. أيضا عندنا المنطقة الحرة ومنها عدد المصانع اللي تم تشغيلها، وبالفعل تم يعني التصدير، قامت بعمل التصدير بالفعل مصنع لصناعة الأخشاب. فالحقيقة البيئة داخل المحافظة مهيئة لعمليات جذب. حلو إن إحنا بنفتح سوق جديد ما كانش عندنا قبل كده. بالظبط ده اللي بنحرص عليه، وعلشان كده عندنا داخل مجمع في المنطقة الصناعية في نجا حمادي مجمع صناعي اللي بيهدو بشكل أساسي إلى يعني أن تكون هناك صناعات تكاملية للصناعات الكبيرة. المجمع الصناعي اللي عندنا لأصحاب الصناعات الصغيرة، يعني ده تعامل على مساحة 74 فدان بيضم ما يقرب من 420 مجمع صناعي صغير. ده لو حبيت أخد رسالة من حضرتك لأي مستثمر بنقوله تعال استثمر هنا معانا في قلب الصعيد. بالظبط، يمكن البيئة عندنا يعني عايز أقول اللي مش هيلحق دلوقتي يستثمر في محافظة هنا ربما مش هيلاقي أماكن، خاصة ان المنطقتين الصناعتين الموجودين عندنا في المحافظة مرفقين، فبالتالي اصبح ان المستثمر هيجي على البدء في العمل. ممكن حضراتكم تعملوا يعني جولة وتشوفوا المجمع الصناعي عندنا في المحافظة عامل ازاي والشغل اللي فيه. طبعا شرفينا طبعا الشباب اللي هم بالفعل بدأوا وتم دعمهم من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرة البنك المركزي اللي تم اطلاقها، وايضا من خلال فروع البنوك مثل البنك الاهلي. والحقيقه بدا الشباب بيشتغل بالفعل، فممكن تعملوا زي راح تشوفوا يعني حاجه جميله داخل محافظه سيتم كده. بالفعل فعلا يعني كنت عايزه اخد من حضرتك شيء مهم جدا، دور المحافظه ايه في خدمه المواطنين بالاخص بمحافظتنا؟ هو الهدف الاساسي في العمل داخل المحافظه السيد المحافظ ونائبه وجميع التنفيذيين والعمل على الاستماع لمشاكل المواطنين والعمل على حلها دون كلل أو ملل. ويمكن احنا لنا دور في هذا الامر، بنعمل على يمكن من خلال منظومة الشكاوى الموحدة في مجلس الوزراء، اي طلبات واردة منها بيتم التعامل معها بشكل فوري، فضلا عن اللقاءات اليومية اللي بتتم في مكاتب السيد المحافظ ونائبه والسكرتير العام والمساعد لاستماع للمواطنين والعمل على التعامل مع مشاكلهم والتجاوب معها وحلها بشكل فوري. ويمكن على مدار فترات فاتت لو حضراتكم بتتابعوا كنا بسيد المحافظ بينزل على مستوى المراكز. حقيقة انتوا شغالين على قدم وساق. بيتم عمل لقاءات جماهيرية
بنسمع من اول مواطن لاخر مواطن، سواء كانت في مشاكل العامة داخل المدينة او داخل القرية، وبيتم التعامل معها. فالحقيقة ده مطلب رئيسي ومهم جدا انه القيادة التنفيذية تشتغل عليه، لانه في الاخر كلنا بنشتغل لاجل هذا المواطن. احنا بنسمع شكاوى المواطنين والمستثمرين، صح كده؟ وكمان المستثمرين، يمكن الحاجات اللي احنا بنعملها في المحافظة بيتم عقد لقاء شهري مع السادة المستثمرين بحضور جميع الجهات التنفيذية وشركات المرافق، لانه في الاخر المستثمر هتبقى مشكلته في ايه، اما مع جهة ادارية او مع شركات مرافق في مشكلة عنده، فبيتم عقد لقاء شهري علشان يتم حل هذه المشاكل. السيد المحافظ دايما بيوجه بالعمل على حلها بشكل فوري، فضلا عن متابعة هذه الموضوعات. بشكرك جدا دكتور حازم، وشرفتني في صناع العاصمة. على من ضمن الحاجات الحقيقة لفتت نظري في محافظة إنا عدد كبير جدا من المولات التجارية المميزة، ما تقلش أهمية أبدا عن أي مول في أي محافظة أخرى. المولات تتميز بكفاءة عالية وبمواصفات هايلة الحقيقة. وعشان صناعة العقار من أهم الصناعات الهامة وهي الملاذ الآمن للنهوض بالاقتصاد القومي، كان لنا لقاء خاص مع أحد رجال صناع العزيمة والنجاح، المهندس هيثم عبد الكريم رئيس مجلس إدارة شركة HDA للتطوير العقاري، واللي اتكلم معانا عن دور الدولة لتشجيع الاستثمار داخل الصعيد. ابقوا معنا اعزائي المشاهدين.
خلصت إنا يجي إنا جديدة على طول وياخد محل ويستثمر. أكيد الاستثمار التجاري هو الاستثمار العقاري عمدا ثلاث أنواع.
استثمار تجاري او صناعي لما دخل فلوس في استثمار عقاري نقول له يلا حالا, يلا حالا تعاقد على عقار. ولأننا دايماً بنتكلم عن تشجيع الشباب وفتح أسواق جديدة كان لازم نختم لقائنا مع الدكتور أحمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي واللي عرض علينا ملف مهم جداً وهو ملف تمويل المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة واللي دايماً بيشجع شبابنا على الإنتاج وخلق فرص مهمة لأي شاب بيحلم بمشروع ومحتاج تمويل ودعم ودراسة جدوى لمشروعه. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين نطلع فاصل.
دراسه الجدوى من عندنا وكنا بنديها له وكنا بندربه ونعلمه. بدون تمويل يا دكتور. انا بحييك جدا بحييك جدا على دعمك الكامل لكل شاب عايز يبتدي حياته حقيقي. بشكرك جدا يا دكتور احمد على استضافتك النهارده، وبشكرك على المعلومات الهائله اللي اضفتنا بيها، وحقيقي مهم جدا ان احنا نقول احنا موجودين، احنا كقطاع خاص موجودين في ظهر اي حد عايز يعمل خطوه ايجابيه وينجح. شكرا ليك يا باشمهندس جينا، انت نورتونا ونورتوا الصعيد، واهلا بيكي في اي وقت، واهلا باي مستفيد حابب يستفيد من خدمات الجمعيه مرحب بيه واهلا بيه، وكل تقدير واحترام ليكم جميعا ولصناع العاصمه ولقناه النهار. صناع العاصمه في كل حته وفي كل مكان. طبعا صناع العاصمه في كل مكان طبعا. اشكرك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لك. طبعا شفنا الجوله ومدى التنميه الحقيقيه والاستثمار بمحافظه قنا، وزي ما وعدناكم اننا دايما هنكون ممبر وواجهة لكل وطني مخلص بيشتغل لصالح مصر. في ختام حلقتنا بشكركم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده علينا جميعا، واشوفكم في سنه جديده مع صناع العاصمه. تحيا مصر عظيمه قويه امنه.